ولعل النتيجة التي يمكن أن نخرج بها معا من مجمل هذه الدورات هي التأكيد على وجاهة التكوين في مهنة تتطلب في كل مرة المزيد من التحيين، تحيين المعارف وتحسين المخرجات الإعلامية، وفي ظل تزايد متنام لطلب المواطنين قراءكم ومشاهديكم على نوعية على عرض إعلامي متميز. لن يتحقق ذلك التميز إلا بمراعاة المتطلبات المهنية والأخلاقية التي تضبط المهنة. ولذلك أنا جد ممتن لحضوركم وجد مثمن لتفاعلكم خلال هذه الأيام طيلة هذه الدورة، كما الشكر موصول لخبرائنا الوطنيين الذين واكبونا طيلة هذه الأيام التي تدارستم فيها إشكالات تشكل جزءا من يومياتكم المعيشية الوظيفية،